السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا ملاح يا ربي. انا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير لكم الحلوى الجزائريه اللي ما تخطيش كامل البيوت الجزائريه. اليوم راح نديروا قلب اللوز، والوصفه هذه يعني مضمونه، انا يا دائما نعتمدها. اذا هنايا واش عندنا؟ هنا عندنا دقيق حرش، ان نستعمل لقيت هذا تاع عمور. اذا لقيته تاع لي ساشي ليسونسيال يكون دقيق احرش، ماشي تشيشه، دقيق احرش. تحبوا تاع الميزان وتحبوا هذا تاع لي بواط. هنايا تجيبوا البلاط تاعكم يكون ناشف، وتقيسوا قبل تجيبوا الكاس اللي راح نتعبروا به كامل، ديروا به كامل المكيال من بداية من بداية الوصفة حتى نهايتها. إذا هنايا نشوفوا قبل البلاط تاعنا شحال راح يرفدنا من كيل، نسوه كامل كما هكذاك حتى نشوفوا العبار اسكو هذاك هو ولا يخصنا شوية. أنا هنايا كنت درت 4 كيلات، يعني جاوني سوا سوا مع البلاط تاعنا. شوفوا نتوما البلاط تاعكم إذا مدور أو يعني راه يختلف. شوفوا البلاط تاعكم والكيل اللي يهزو. أنا نوريكم هذا البلا راه يهز 4 كيلات على حسب الكأس تاعكم، وتكون الكيلات ممسوحة. أنا درت صبعي دخلته باش هكذاك نشوف السمك تاعها. وهنايا نجيبو في البول، نفرغو هذاك السميد تاعنا ونديرو الكيلة كاس نتاع سكر. الكيل اللي تكيلو به تبقاو به قلتلكم بكامل الوصفة. هنا ندخل هذاك السكر كامل مع الدقيق حتى يولي ما يبانش، نبقى ندخل فيه فقط الأصابع هكذاك. من بعد هنايا نجيبو ملعقة من الخميرة الكيميائية ممسوحة، ملعقة صغيرة، هي اللي راح تعطينا الطراوة والهشاشة نتاع القلب اللوز تاعنا. وهنا عندي ملعقة تانيك ممسوحة نتاع لافاني، وندخلهم مع بعض. وهنايا في الخليط تاعنا اللي راح نشمخو به السميد تاعنا، واش نديرو؟ نديرو كأس غير ربع من الحليب، وكأس ناقص إصبع من الزيت، ونصف كأس من الماء الزهر، ونديرو الخليط نخلطوه غير بالفرشيطة. قلتكم الكأس اللي تعبروا به من الأول هو اللي تبقاو تعبروا به كامل الوصفة تاعكم. هنايا الخليط تاعنا نخلطوه كامل، وهذه الوصفة دائما نعتمدها، وإن شاء الله تجربوها وتنجح لكم. من بعد هنايا نجيب الخليط تاعي نفرغه في كامل هذاك السميد حتى يتشرب. تحبوا تفتلوه غير بين الاصابع، يعني ما راحش نعجنوه، لا لا، راح غير ندخله في هذا الخليط انا فقط بالفرشيطه. وتحبوا انتم تفرغوا فيه قزعه وتقعدوا شغل تفتلوا فيه باطراف الاصابع فقط. وهنايا بقيت غير نقلب باش نشوف اسكو الدقيق تاعنا كامل تشرب ولا لا لا. من بعد هنايا غلفو، ديروا له سيلوفان نغطوه. انا كنت خليته ليله كامله، راح نخليه ليله كامله، وغدوه من داك نعاود نجبدو باش هكذاك يخرج ليه الشيش كيما نتاع المحلات، بنفس البنه ونفس الهشاشه. وهنايا راح نديرو العسيلات تاعنا. هنا عندي الطرنج تاع القارص، وعندي 2 زوج كيلات من السكر، قلتلكم بنفس الكيس نكيلو به. ونجيبو 4 كيسان من الماء بنفس الكيل. هنا كاين كاس كنت ما غسلتوش فيه الزيت، مي كنت بدلت الماء. هنا راح نخليه يتغلى واحد 10 دقائق ونعاود نحو. وهنايا بعد ما بات ليله كامله كما راكم تشوفوا كيفاش راهو تشرب كامل هذيك كامل هذيك الخلطه تاعنا. وهنايا في البلاط تاعنا نديرو شويه زيت ومسحته كامل، وراح نفرغ الخليط ونسويه كامل، ولكن ما متعبزوش بزاف، يعني غير راح فقط نوزع هذاك الخليط بدون الضغط، يعني متعبزوش بزاف. كما راكم تشوفوا راني غير نوزع فيه بشويه. من بعد نعدلو السطح نتاعها، السطح الفوقاني نسوه كامل
كما راكم تشوفوا غير بالطرف تاعها، وانايا بعد ما سويتها كامل انا نجيب السكين تاعي الخدمي ونبقى نتراسي فقط من الفوق، مانيش كامل ندخل داخل يعني السكين تاعنا، غير نتراسي فقط من الفوق باش هكذاك نعرف الحبات كيفاش راح يجوني. وهاد البلا راح يقطع لكم 12 حبة. وهنايا للتزيين فقط درت هنايا نصف حبات كوكا، وتحبوا اللوز تاني اللي حبيتوه نتوما ديروه، فقط انايا للتزيين راح ندير الكوكا. وانا الفرن تاعنا كان شاعل، راح نطيبو من تحت حتى نشوفوا الجوانب بداو يتحرقوا، ماشي حتى يتحرقوا يعني باش تعرفوا باللي راهو طاب، ونزيدو عليه من الفوق ونعاودو نولو. وهنايا بعد كما راكم تشوفوها مطابو الجوانب وطابت من فوق التحميره تاعها بزاف هايله، هنا العسيله تاعنا راح نزيد لها ملعقه كبيره من ماء الزهر ونخلطهم. القلب اللوز تاعنا هي سخونه والعسيله تاعنا بارده، جست ما هي سخونه جست ما تنحوها، راح نفرغوا عليها القلب اللوز، نفرغوا عليها العسيله تاعنا. نفرغ كامل هذاك الخليط حتى تتشرب كامل، ولكن نعومها لانه راح نخليها واحد 6 سوايع هكذاك او 7 حتى تتشرب كامل، باش هكذاك نقدمها في السهرة تكون هشيشة. كما راكم تشوفوا هنا راني عومتها مليح مليح، وان شاء الله تجربوا الوصفة هذه وتعتمدوها، وان شاء الله يا ربي تخرج لكم كيما حب الخاطر وشهيتكم بالجنة ان شاء الله يا ربي تسيوها. هنايا بعد ما تشربت كامل كما راكم تشوفوا شربته كامل، هنايا راح نقدمها في صحن التقديم ونعاود نولي لكم. اذا هذه هي، شوفوا كيفاش طايبه بزاف هايله، التحميره تاعها جايه كيما نتاع برا كيما نشروها من المحلات. ان شاء الله يا ربي تجربوها، ان شاء الله يا ربي تنجح لكم وشهيتكم بالجنه. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم في فيديو اخر ان شاء الله، وما تنسيش تابوني وتفعلوا لا كلوش تاع الجرس باش هكذا كل ما نحط جديد يطلع لكم اوتوماتيكمون نتوما الاولين. وما تنسوش لي جيم ولي كومون تاع معليا، غير نقولكم تهلاو في رواحكم وشهيدكم بالجنة. بسلامة وتهلاو في رواحكم.